إن أردنا الأمانة على السماوات والأرض، ما الأمانة التي حملها الإنسان؟ الأمانة التي حملها الإنسان هي التكاليف الشرعية، كأن المعنى يا سماوات يا أرض يا جبال، هل تكلفين، هل ترضين أن تكلفين بتكاليف شرعية؟ إذا فعلتها تثابين، وإذا تركتها تعاقبين. فقالت السماوات والأرض والجبال لا أحمل ذلك، لا أقبل هذا، الإنسان حملها في التكاليف الشرعية.